هذا مؤتمر عالمي بحق المشاركون فيه من أكثر من دولة من الدول الإسلامية، نحمد الله على هذا التوفيق. الآن مع المداخلة الثانية لشيخنا الفاضل دكتور ورنيقي، محمد ورنيقي من الجزائر الشقيقة، نرحب به ونرحب بكل الإخوة الذين جاءوا إلى الرشيدية من الجزائر، من تونس، من السعودية، من فلسطين، من الأردن، من قطر. لا أتمنى أن لا أكون نسيت دولة أخرى. مرحبا بالجميع. الأستاذ هو أستاذ الفقه والأصول ومقاصد الشريعة، وهو رئيس قسم العلوم الإسلامية، له بعض المؤلفات منها مقاصد الشريعة، القواعد الفقهية، الحقوق التعليمية. مداخلته بعنوان منهج التجديد المشروع في أصول الفقه، منهج التجديد المشروع في أصول الفقه، فله الكلمة في حدود الوقت الذي اتفقنا عليه من البداية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أصلي وأسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين وتابع التابعين واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر جامعة مولاي إسماعيل بمكناس وكل الكلية المتعددة التخصصات بالراشدية وشعبة الدراسات الإسلامية بالراشدية على إقامة هذا العرس العلمي الرائع والمفيد. أشكرهم جميعا على حسن الضيافة كذلك، وعلى هذه المبادرة العلمية الطيبة التي نحتاج إليها من حين لآخر، خاصة في عالمنا العربي والإسلام. بدون إطالة أشكر جميع الحاضرين، ضيوف وأساتذة وطلبة وطالبات، وأدخل في الموضوع. الموضوع معنون بمنهج التجديد المشروع في علم أصول الفقه. كما تعلمون أيها الأساتذة والطلبة أن هذا العلم الجليل، وهذا العلم الذي نستطيع أن نقول لم يكن عند شعب من الشعوب إلا عند المسلمين، هذا علم أصول الفقه، هذا العلم الفريد، العلم العقل الاجتهادي البشري الذي هو عبارة عن نظريات وقواعد أو ميزان توزن به الشريعة الإسلامية من الانحراف والزيغ، ميزان أو قاعدة منضبطة توزن بها أحكام الشرع الإسلامي من التشهي أو الهوى أو الانحراف أو التلاعب. فالمسلمون قديما جزاهم الله خيرا، وبداية من الإمام الشافعي، بداية من هذا الإمام العظيم الذي ألف رسالته في علم أصول الفقه، ونستطيع أن نقول أن بداية التجديد أو المشروع في أصول الفقه بدأ بشريا وعقليا واجتهاديا من الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الرسالة، بهذا المؤلف، وهي الرسالة. فجاءنا بقواعد وضوابط أنها وميزان، إذا صح هذا التعبير، بميزان لأحكام الشرع الإسلامي. وكما تعلمون أن الشريعة الإسلامية الانضباط فيها من خلال هذا المقياس أو من خلال هذا الميزان اللي هو أصول الفقه. هذه الرسالة هي التجديد الأول في أصول الفقه، هي التجديد الأول. ما معنى التجديد الأول؟ هو الآن تدخل العقل البشري الآن في الضوابط في هذا العلم، علم أصول الفقه. وبعد ذلك توالت تجديدات أخرى أنها على مستويات أو بنسبية في الموضوعية والأحقية، إلى أن جاء القرن الثامن الهجري. القرن الثامن الهجري الآن، وسأقرأ عليكم بعض ما كتب في هذه السطور، أنه هو الذي
أسس للتجديد بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى أو بالمفهوم العصري الآن، ما معنى التجديد في علم أصول الفقه؟ فقلت إن الباحث في هذه المقاربة التحليلية لعلم أصول الفقه في واقع الحال يتسم بالجمود وعدم الفاعلية والتأثير، وابتعاده عن مواكبة ما يستجد في واقع الناس، وخاصة مسائل النوازل الحديثة. وعليه طرح الباحث بعض السبل التجديدية لهذا العلم على المستوى المعرفي والمنهج والأدوات والوسائل، عسى أن يسترجع أصول الفقه مكانته وفاعليته في حياة الناس اليوم. وعليه لابد من التطوير والتجديد في هذا العلم، لأن المنهج الذي يمد الفقهاء بالأدوات والوسائل الممكنة للاستنباط الأحكام الشرعية، وأن يبتعد أي علم أصول الفقه عن الخلفيات الكلامية والفلسفية، وأن نجعل هذا العمل في المجال المعرفي حتى نفهم نصوص الوحي وتنزيلها على واقع الناس، لأن علم أصول الفقه وسيلة وليس هدفاً مقصوداً لذاته، لأن العقل البشري يقوم باكتشاف خبايا الحياة، وبالتالي هذا العقل هو الذي يكشف ضرورة التطوير والتجديد. وعليه يبقى هذا العلم أي علم أصول الفقه تتجلى فيه روح الإبداع والابتكار. يقول الإمام الغزالي في المستصفى: أصول الفقه هو من أشرف العلوم، لأنه يأخذ من صفو الشرع والعقل على حد سواء، فلا هو تصرف محض بمحض العقول حيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد. انتهى كلام الإمام الغزالي. إن الحاجة الماسة إلى تجديد وتحسين وتنشيط أصول الفقه هي اليوم أكثر جدا، والسير بهذا العلم في اتجاه واقع الناس المعيش، وهذا لمواجهة التحديات المعاصرة. ولا ننسى أن يكون هذا العلم على ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، أي إعادة صياغة جديدة لهذا المنهج الفريد ألا وهو علم أصول الفقه. وهذا المفهوم للتجديد بمعنى التوسع في إدراك المعاني والأفكار والأحكام أثناء تطبيقها، وهذا هو المقصود بهذا العنوان، أي أن المفهوم للتجديد أنه التوسع في إدراك المعاني والأفكار والأحكام أثناء تطبيقها، وهذا الذي يتلاءم مع روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها. الآن عندنا بدءاً من قلت من القرن الثامن الهجري بدأ التجديد الحقيقي، وإن كان بذرته بدأت في القرن الثالث الهجري مع الإمام الشافعي رحمه الله. فحالة علم أصول الفقه في القرن الثامن الهجري أن استفاد العلماء مما تقدم من خبرات أصولية ومؤلفات علمية سبقوهم بها علماء أوائل، ويمكن إبراز أهم مظاهر هذا الازدهار في العناصر التالية: 1- أن هناك قائمة من العلماء ظهرت في القرن الثامن تكتب أو تؤلف في علم أصول الفقه. على سبيل المثال، عز الدين البغدادي توفي 712، حسام الدين السغناخي توفي 714، صفي الدين الهندي توفي 715، تقي الدين ابن تيمية 718، عبد الرحمن البخاري 730 هجري، ابن الوكيل 738، ابن القيم الجوزية 751، ابن السبكي توفي 756، ابن جزي المالكي توفي 741، ابن مفلح الحنبلي 763، والشريف التلمساني وجمال الدين الأسنوي والإمام الشاطبي وبدر الدين الزرق، وقائمة تطول. هذا دليل على العقلية الإسلامية اللي كانت في هذه المنطقة العربية الإسلامية، من الصين شرقا إلى فرنسا أو إسبانيا غربا. الآن وفرة المؤلفات في القرن الثامن الهجري واتساعها وتنوعها، وإن كانت على شكل متون أو مختصرات، وكما تعلمون أن المتون والمختصرات لها فوائد، لأن بعض الناس ينقد هذه المتون أو المختصرات الإسلامية لكن لها فائدة كبيرة من الناحية العلمية. الآن تميز هذا المنهج، هذا العلماء ألفوا كتب متنوعة
وأن لهم منهج خاص. ومن هذا المنهج انظروا إلى عناصر هذا المنهج الفريد في القرن، بدأ في القرن الثامن الهجري، ونحن نعرف عندما نقرأ التاريخ يقال عصر الضعف، هو في الحقيقة ليس عصر الضعف في هذه الناحية الشرعية التأليفية العلمية خاصة في العلوم الإسلامية. بدأوا الآن منهج بدأ يظهر بعناصر جديدة لم تكن في السابق. مثلا عندما يدرسوا المسألة في أصول الفقه فيبدأ أولا بتصوير المسألة، ثانيا ربطها بما قبلها، ثالثا تحرير محل النزاع، رابعا منشأ الخلاف، خامسا نوع الخلاف، سادسا الأقوال في المسألة، سابعا أدلة الأقوال، ثامنا وجه الاستدلال من الأدلة، وتاسعا مناقش ما ورد من الأئمة، عاشرا إجابة على الاعتراضات، 11 اختيار المذهب الراجح ووجه ترجيحه، 12 بيان ثمرة الخلاف. فهذا تجديد في هذه العملية التراكمية في أصول الفقه. الآن هناك في القرن الثامن هناك طائفة من العلماء ظهروا على سبيل المثال، اقتصرت على ثلاثة، اقتصرت في القرن الثامن على أئمة أعلام منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية والعلامة الشاطبي الأندلسي. فهؤلاء أتوا بتجديد، ومن ضمن هذا التجديد مثلا التجديد عند الإمام ابن تيمية. أولا من الأمور اللي جدد فيها في هذا العلم، علم أصول الفقه، أولا اعتبار الكتاب والسنة أساس التنظير الأصولي، اعتبار الكتاب والسنة أساس التنظير الأصولي. إذن الآن عندنا في الشريعة الإسلامية ننظر إلى أمرين أساسيين، وهو النص، قصدي النص سواء قرآن أو سنة، أي الوحي، القرآن والسنة. أما الأمور الأخرى تأتي تكميلية. فبالتالي الآن هو جاء بجملة من المظاهر التجديد واتبعه كذلك، وإن كان التكملة والشرح ابن القيم، وبعد ذلك الإمام الشاطبي أتى بالجديد في هذا العلم. وهناك نهضة عصرية في هذا العصر تمثلت في الطاهر بن عاشور في تونس الحبيبة، وعلماء من المغرب وتونس وليبيا ومصر والعراق وما إلى ذلك في هذا العالم في العصر الذي أتوا بتجديد، تجديد علم أصول الفقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأستسمح الشيخ الرئيس على طول الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.